اهلا بيكم مشاهدينا فقره جديده من عيادتنا. في امراض كتير لازم نلاقي كل بيت مصري بيعاني منها، بتاثر على صحتهم وعلى حياتهم ككل. من ضمن الامراض دي اللي هنتكلم عنه النهارده هو مرض الكبد، واللي بيكون اغلبيته عند كبار السن في الاكتر يعني، او في الاغلب او في اغلب الحالات. والاكتر كمان انه المرض ده بيكون ليه توابع زي الدهون على الكبد، والمرض ده ممكن يأثر جامد جدا على صحة كل شخص مصاب بيه، وخاصة لو معرفش مدى الخطورة بتاعته وازاي كمان يتعامل معاه صح. فإحنا النهاردة هنتكلم عن مرض دهون الكبد وازاي نقدر نعرف ان عندي دهون الكبد، والأهم كمان ان احنا ازاي نعرف أسبابه ايه ونعرف كمان نعالجه النهاردة ازاي. كل ده هيجاوبنا عليه ضيفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذ الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي. دكتور هشام، قيمة وقامة علمية كبيرة جدا، شرف لينا وجود حضرتك معانا النهارده. جدا اهلا بحضرتك واهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. دكتور بحضرتك ومشرفنا جدا يعني النهارده. خلينا دكتور نتكلم النهارده عن دهون الكبد. يمكن في ناس كتير بتكون مش مدركة خطورة المرض ده ايه، او مش عارفين ابعاده بتوصل معانا لايه، ولكن في البداية دكتور خلينا نوضح كده ببساطة لكل مشاهدينا النهارده يعني ايه ببساطة دهون الكبد. طيب في البداية بس أحب أوري السادة المشاهدين إحنا المكت ده. الكبد هو غدة مهمة جدا وعضو رئيسي في الجهاز الهضمي. الكبد بيبقى موجود في أعلى البطن، في الجزء الأيمن من البطن. الكبد المفروض يكون وزنه لا يزيد عن 1.5 كيلو في السيدات وكيلو 800 جرام في الرجال، ويكون عرضه تقريبا من 15 ل 20 سم، وطوله من حوالي من 12 ل 15 سم. تمام. المشكله لما الكبد بيحصل له دهون بيحصل حاجتين. الكبد اللون بتاعه الطبيعي اللون البني الغامق ده، تمام، الاول ما يحصل دهون، وخصوصا لو كانت دهون كتيره يبقى لونه مصفر، اوكي، الى جانب ان هو بيتضخم. فساعات الناس تقول الله انا عندي دهون ولا عندي تضخم، الاثنين بيبقوا مع بعض. طيب الكبد يعني ايه الكبد الدهني؟ المفروض الخليه الكبديه ما يبقاش فيها اكتر من 5% منها من حجمها في دهون. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان لو زاد عن كده يبتدي في دهون في الكبد لغايه 30%، يبقى ده دهون نقدر نقول قليله، لكن من 30 ل 50 دهون متوسطه، اكتر من 50 ده دهون شديده جدا. الدهون دي بتنتج من ايه؟ اول حاجه يا جماعه زياده الوزن. تمام. فمهم جدا ان زياده الوزن دي، ودي احنا بنحسبها بطريقتين سهلين جدا، معدل كتله الجسم. ازاي؟ نحط في البسط يبقى فوق الوزن على على مربع الطول بالمتر. تمام. يعني لو الوزن مثلا 70 كيلو والطول 160، يبقى 70 على 1.6 في 1.6. أوكي. لو طلع أقل أو يساوي 25 ده الطبيعي. تمام. من 25 ل 30 يبقى وزنك زائد. من 30 ل 35 يبقى سمين. من 35 فيما فوق بقى سمنة مفرطة. ده طبعا سمنة مفرطة. ممكن بطريقة أسهل اللي هي وزنه 160 يبقى طوله 160 يبقى وزنه 60. نطرح منها الوزن. المشكلة في زيادة الوزن انه زي ما جسمك بيزيد كبدك برضو بيرسب الدهون ويزيد في الحجم ويزيد كمان في ترسيب الدهون. يبقى دي اول سبب مهم جدا جدا للدهون الكبدية. السبب الثاني الدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية لما تزيد عن 150 المفروض الطبيعي لغاية 150، لو زادت ملي جرام بر دي سيليتر، لو زادت عن كده بيبتدي تترسب الدهون الثلاثيه في الكبد، وساعات تمام. الكوليسترول كمان. السبب الثالث المهم السكر. اوكي. ناس كتير قوي اللي عندها سكر لازم تظبطه، لانه عدم ظبط السكر وزياده السكر في الدم كمان بتدخل دهون ثلاثيه في الخلايا الكبديه. تمام. يبقى هم دول الثلاثي اهمهم طبعا زياده الوزن. تمام. يبقى لازم الناس اللي عندها دهون كبديه تخس وتوصل للمعدل الطبيعي من الوزن. اللي عنده سكر يظبطه، اللي عنده دهون ثلاثيه يظبطه. تمام. المشكله في الدهون الكبديه ان كان زمان
بعض الناس تقول لك ده كسل في الكبد. دي حاجات بسيطه، انا عندي شويه دهون بسيطه. لا، الدهون الكبديه على المدى الطويل شيء مش كويس. طبعا ليه؟ اكيد، لانه الدهون الكبديه اي حاجه مش طبيعيه بتعمل التهاب. يعني الدهون الكبديه اول ما يحصل دهون زياده الجسم يتفاعل معاها، لان ده مكان الدهون، الدهون موجوده في مكان غير طبيعي في الخليه الكبديه، فيبتدي يحصل حواليها التهابات. اي التهاب مزمن، اي التهاب مزمن بيقلب مع الوقت الى نسيج ليفي. النسيج الليفي مع بعضه وتراكمه يؤدي الى تليف بعد فتره من الوقت. لا قدر الله. فمهم جدا ان الدهون بتاعه الكبد من البدايه تتعالج. بالظبط كده. طيب دكتور، في اعراض زي اي مرض ممكن يظهر له اعراض احس ان انا عندي بدايه دهون على الكبد او بدايه مشكله هنا، ولازم ما استناش؟ يعني لازم هنا مجرد ما اشوف الاعراض دي اروح للدكتور؟ الاعراض دي ممكن تكون واضحه، ممكن نعرفها؟ هو طبعا اللي عنده سكر او عنده دهون ثلاثيه عاليه او اللي زايد في الوزن 100% عنده دهون في الكبد. تمام. لكن في بعض الاعراض المهمه قوي، انه حاسس بتقل الجنب الايمن العلوي. أوكي. من البطن نقح كده من غير ما تكون المراره فيها مشكله. تمام. الالم دون بيعمل بيخلي المريض يتوجه الى الدكتور. الحاجه الثانيه المهمه الوهن والضعف، ولانه ده مع ارتفاع الانزيمات. اي اكتر حاجه او اهم سبب من اسباب الخمول والاحساس بان انا مش قادر اشتغل كويس، ما عدت زي الاول، مجهودي قل، من ضمن الاسباب المهمه جدا ارتفاع انزيمات الكبد. تمام. ومن ضمن الاسباب بتاعت ارتفاع انزيمات الكبد الدهون الملتهبه الكبديه. تمام. فده مهم قوي. طيب خلينا يا دكتور ناخد تليفون من احمد. الو يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. انا كنت عايز اعرف بس انه عندي دهون على الكبد او لا. طيب قول انت بتشتكي من ايه يا احمد للدكتور؟ يعني لا انا ما بشتكيش، بس الا وزنك طبيعي يا احمد. الاول ازاي حضرتك؟ طمني عليك، وزنك كويس؟ الوزن احمد وزنك كويس ولا انت عندك وزن زياده؟ انا الوزن. معلش يا احمد الصوت عندك مش واضح خالص. طيب ممكن تحاول تكلمنا مره تانية يا احمد والصوت يبقى اوضح شويه. طيب دكتور خلينا نرجع تاني. هو بيسال سؤال مهم قوي. يعني كل الناس ابتدت دلوقتي يبقى عندها وعي بسبب حضرتك، بسبب البرنامج الجميل اللي حضراتكم بتعملوه. ده مهم قوي، الوعي زاد. ما عادش زي زمان يقول لك ما عنديش حاجه. ازاي تعرف ان انت عندك دهون؟ نبص الاول لثلاث الحاجات اللي انا قلت عليهم. وزنك زايد، وده سهل نعرفه. طبعا. النمره 2 في دهون ثلاثيه ولا لا، نعمل الدهون في الدم. عندك سكر ولا لا، وتعمل انزيمات كبد. تمام. وبعدين في الاخر تعمل موجات صوتيه. كل ده نقدر نقول هو ده اللي هيديك المقياس، هيديك فكره انت عندك دهون في الكبد ولا لا. تمام. ده مهم قوي. ما ننساش نقطه مهمه قوي، في بعض الناس اللي هي ولا عندها سكر ولا عندها دهون ثلاثيه ولا زايده في الوزن ورفيعه، عندها دهون في الكبد، تقولي لي حضرتك ازاي؟ ما عندهاش اي حاجه او ما مشكله، ما عندهاش اي نوع من الريسك، ما عندهاش اي مشاكل تخليها عندها دهون، الى جانب ان وزنها طبيعي، بل بالعكس ساعات بيبقى وزنها رفيع. ده نتيجه جينات معينه. اوكي. دول بيبقوا اخطر، لان اللي عنده جين دون، جين من ضمن الجينات، جين اسمه بن بيلا. الجين دون بيخلي ترسيب الدهون رغم انف الكبد ورغم انف ان هو الراجل او الست ما عندهاش اي مشاكل صحيه. فالجين دون بيلعب، وفي جينات تانية طبعا كتير قوي. فمهم قوي ان احنا يعني مش اي حد برضو رفيع يطمن تماما. في بعض الناس بيبقى عندها استعداد وراثي لترسيب الدهون، وخاصه الدهون الثلاثيه في الكبد. طيب هنا يا دكتور برضو بيبقى عندهم نفس الاعراض اللي ممكن تكون ظاهره على حد عنده مشكله في السمنه او عنده مشكله في السكر زي ما حضرتك قلت، ولا اعراضهم هنا غير؟ لا، هو كل الاعراض واحده. بمعنى الكبد زي ما قلنا وزنه لا يزيد عن كيلو ونص او 1500 جرام في الستات و1800 جرام في الرجال. بيبقى محاط بكبسول زي غلاف.
الكبسول ده بيبقى راكب على الكبد، لو زاد في الوزن الكبد او تضخم الكبسول ده هيئن، هينضغط عليه. الكبسول ده محاط باعصاب فيبتدي يحس بتقل في الجانب الايمن من الكبد. تمام. احنا المفروض لو حس بالالم ده لازم يروح لدكتور فورا. طبعا فورا على طول. فدي نقطة مهمة جدا جدا. تمام. إلى جانب الإحساس بأنه هو ما عادش بيعمل المجهود اللي كان بيعمله الطبيعي زمان. بيقوم عنده وخم. كل الكلام ده دي دليل على أنه في علة ما. طبعا من ضمن الأسباب ارتفاع إنزيمات الكبد اللي هو نتيجة الدهون. طيب ناخد تليفون كمان من محمود. ألو يا محمود. ألو يا محمود سمعنا؟ عليكم. عليكم السلام. أيوة سامع حضرتك. أيوة يا فندم اتفضل. الدكتور سامعك. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضل. لو سمحت يا دكتور كنت اسال، جرثومه المعده ممكن تاثر على انزيمات الكبد؟ فندم محمود معلش بس الصوت مش واضح خالص، ممكن يوطي التلفزيون؟ ما عنديش تلفزيون احسن. بقول لك جرثومه المعده تاثر على انزيمات الكبد؟ جرثومه المعده. جرثومه المعده مش كده؟ ارتفاع انزيمات الكبد. هو بيتكلم على جرثومه المعده الاتش بايلوري بتاثر على انزيمات الكبد. طيب دكتور هنجاوب عليه بس ناخد الاول رجاء معانا على التليفون. الو يا رجاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا رجاء. اتفضلي. دكتور هشام كلام دلوقتي الوزن 102 الطول 172 والوزن 79. فحاليا دلوقتي فعلا هو في كسل وفي ورحت للدكتوره. فهي حاليا دلوقتي اشاعه وجات لي يعني انزيمات الكبد من جامد 15 ولا 6 كانت عاليه خالص. الوزن كان زاد فانا نزلت اصلا. انت 79 ده بعد ما نزلتي؟ فكان 84. تمام. وهي برضك نفس المشاكل برضك. فالدكتوره جات لي في مشكله اصلا في القلب، بس هو مش موضوع قلب لانه من يم اليمين الوجع شبه شده العضل كده يا دكتور. طيب دكتور حضرتك عندك اي استفسار منها؟ لا لا انا 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 هقول لحضرتك. كويس ان حضرتك قلتي المعلومات. طيب. دي برضو ما شاء الله وعي على مستوى عالي جدا، فاهمه القصه. نجاوب الاول على جرثومه المعده. هل جرثومه المعده ليها علاقه بانزيمات الكبد؟ بانزيمات الكبد او ليها علاقه بالدهون بتاعت الكبد؟ لا، جرثومه المعده هي ليها اساسا علاقه بالمعده، وبتعمل التهابات في المعدة، تعمل تقرحات بالمعدة، تعمل ضمور شوية في الغشاء المخاطي، ممكن تعمل أورام حميدة، ممكن تعمل أورام خبيثة على المدى الطويل، لكن هي ملهاش علاقة بارتفاع إنزيمات الكبد. تمام. بدي أول حاجة. بالنسبة للمتسائلة الأخرى أنا بحييها الأستاذة رجاء، دي سألت سؤال مهم جدا، إن هي عندها خمول، عندها ألم في جنبها اليمين، عندها ارتفاع في الانزيمات، عندها زيادة في الوزن. احنا زي ما قلنا ممكن نحسبها بطريقة علمية، الوزن على مربع الطول بالمتر، لكن الاسهل هي قالت كلمة، هي وزنها هي طولها 172 وزنها 79 وكانت 84. تمام. فبالطبيعية وزنها المثالي 70 71. يعني محتاجة كمان شويتين او 72 ماكسيم. هي وزنها مرتفع، ما عندهاش سكر ولا عندها دهون ثلاثية لأنها كانت قالت. اللي بقى المشكلة الأساسية إن هي لازم تنزل في الوزن. عشان ننزل في الوزن اللي بيزود الحرق يا جماعة، ودايماً بقول الرياضة. ومش عايزين زي ما حضرتك أحد الأطباء الأفاضل مع حضرتك في أثناء فقرة الأخبار، الرياضة المشي. تمام. المشي بيزود الحرق. يعني في بعض الستات يقول لك أنا ما باكلش لكن ما بحرقش. طب زود، لو هي ما عندهاش مشاكل في الغدة الدرقية، لأن الغدة الدرقية بتسبب برضو دهون في الكبد. تمام. لو عندها نقص، لو في نقص، يبقى أهم حاجة الرياضة. الرياضة مش لازم رياضة عنيفة، يعني احنا قلنا أبسط حاجة هي ماشي. المشي. ناخد ماشي. كمان تليفون من السعودية معانا أيمن. ألو يا أيمن. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم اتفضل. ازيك يا دكتور هشام؟ أهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ ازيك يا أيمن باشا؟ أنا أيمن نحات. ازي حضرتك؟ أهلا أهلا يا أستاذ أيمن. ازاي حضرتك؟ اتفضل يا استاذ ايمن. سؤال حضرتك ايه؟ اسال يا دكتور بس على بالنسبه لتضخم الكبد كده، يعني تضخم الكبد ده بيكون سبب الدهون ولا بيكون سبب نتيجه فيروس سي؟ ده سؤال مهم جدا. الدهون ولا فيروس؟ الاستاذ ايمن بيسال سؤال مهم جدا. شكرا يا استاذ ايمن. تابعنا ودهون الكبد لا علاقه ب
الاكل والدهون وزياده الوزن و و و ولا فيروس سي؟ تمام. في فيروس سي في بعض الاحيان بيعمل تدهن كبدي. تمام. وخاصه نوع هو مش النوع الجين نوع جيني اللي هو النوع الثالث. النوع الرابع اللي كان عندنا بيعمل بس عن طريق مقاومه الانسولين. تمام. يعني اللي بيعمل دهون في الكبد بيبقى نتيجه مقاومه الانسولين. تمام. واحنا معروف ان الانسولين هو اللي بيفتت الدهون من الكبد. صحيح. لو الانسولين كان ناقص زي الناس اللي عندها سكر، او الانسولين موجود لكن في مقاومه لعمله، هو ده اللي بيسبب. فاجابتي للاستاذ ايمن، ايوه ساعات فيروس سي كان بيعمل كده، لكن لما يروح يبقى خلاص خلصنا منه. تمام. يبقى الدهون ملهاش علاقه غير نتيجه الاكل. دكتور انا للاسف في النهايه خالص انا عايزه روشته في كلمتين اتنين لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. انا بقول لكل الناس وكل اللي بيشاهدونا دلوقتي، ارجوكم لو تسمحوا لا زياده في الوزن. زياده في الوزن ده اللي زي اللي بيدخن، اللي بيدخن سجاير او يدخن، زي ما قلنا في 8 مليون من المدخنين بيموتوا سنويا. برضو زياده الوزن دي بتصيب الانسان بمشاكل ليس في الكبد بس، لكنها في القلب، لكنها في المخ، في الشرايين. بتزود 3 مرات نسب حدوث السرطان. تمام. في كل الجسم. فارجوك زياده الوزن دي لازم المحافظه على الوزن الطبيعي. ارجوك وزي ما زي ما كل يوم حضراتكم بتصحوا الصبح لازم يبقى في رياضه. تمام. نص ساعه ولو مشي. تمام. طبعا الناس اللي عندها زياده في اللي عندها زياده في الدهون الثلاثيه او السكر لازم تظبطها، علشان ده بيؤثر بالسلب طبعا على الكبد. دكتور هشام انا بشكر حضرتك جدا جدا لوجود حضرتك معانا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور، يعني بالمعلومات القيمه جدا اللي اخذناها من حضرتك معانا النهارده، واتمنى يعني لقاء حضرتك ده يتجدد معانا كتير جدا، لان اسئلتنا لحضرتك واسئله كل المشاهدين كتير جدا، ويعني مش هنخلصها مع حضرتك ابدا. شرفتنا ونورتنا يا دكتور هشام. كان معانا النهارده منورنا دكتور هشام الخياط، استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي. خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفه، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره تانيه نكمل فقرات عياده تن النهارده.